لفتها خرم. لا من غير اخرام. ابوس ايدك ولا كفاح. وصفها بس كده. ها ما خليتش امستردام لهاي المهندسين اوترا. انت منفعل قوي يا انت حيوان. شوف انت امستردام المهندسين لهاي ازاي المهندسين دي؟ انت اللي بتقول لي يوصف لي محافظات هولندا ازاي المهندسين؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش. مهندسين خرجت من فترة. خرجت مهندسين خرجت. النبي خرجت. خرجت مع مين؟ مع جدتها. مين جدتها دي؟ العجوزة. يعني عشان تخرج تاخد حد كبير من العيلة. وانت سيبها تهيس كده في هولندا؟ طب وما راحتش ليه مع اخوها الصغير؟ مين فيهم؟ شهاب. كانش ينفع. ليه؟ عيبه ايه شهاب؟ كان عنده دورة رمضانية هو ومصدق ومحي الدين. يعني كان فيه دورة بيلعبوا كلهم كورة. عشان كده بهدلها يا برد. في هولندا حضرت واحدة من أبشع المذابح الدموية اللي ممكن تشوفها. مذبحة المهندسين 86 بهولندا يا عمرو. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا. أنا ملاحظ إن 35,000 شاب بيروحوا في كل حتة. ده رقم محدد للمذابح؟ لا يقل ولا يزيد. أنت رياش. 35,000 شاب من خيرة شباب البلد. اتاخدوا غدر يا بروتا. خلاص خلاص بقى. 35,000 شاب راحوا مالهمش ذنب. دول كانوا بيضربوا مانجا قدام فرغالي مش في دماغهم يا. هو فرغالي خرج وخد المانجا. كل حاجة المانجا الجوافة الموز باللبن الخرطوم اللي بيرش بيه الكوبايات اتاخدت يا بروت. كوبايات والناس تشرب ازاي؟ انت وكفك بقى. كف بنص جنيه، كف بجنيه وربع، كف باتنين، حسب الساعة الكفية بتاعتك. والكف ده بكام؟ ده عايز قرض من بنك ناصر ده عشان تشرب بيه مانجا. ليه فرغالي يعمل كده؟ مرمطة مرمطة مش قادر اقول لك. تخيل انت تبقى واقف وجنبك صاحبك فجأة ما تلاقيهوش. الواد يبقى واقف ياخد الطلقة في صدره عصير الرمان ينفر. يا منظر. لا 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 المنظر ده منظر بشع. جسمي أرعش خالص. بشع. تخيل تبقى واقف وجنبك صاحبك زمزمية واحدة جربندية واحدة عيش وفجأة ما تلاقيهوش. بس يا القصة واضح انك اسيت. بس خلص فرفش بقى. وحشوني قوي اصدقائي. مين دول؟ الله يرحمهم. مين هم؟ انا فقدت 2.5 من اعز اصحابي في المذبحة دي يا ابنط. 2.5؟ هو انت بصاحب ساعة؟ والاستيك عايش ولا ايه؟ فاكر التاريخ الاسود ده زي ما يكون امبارح. تاريخ اسود يا بروطه. انت ليه بس بتقلب على نفسك المواجع؟ اه فرفش بقى وانسى. 21 21 21 تاريخ اسود يا. ايه الرقم ده؟ 21 21 ما تحط لها قص 2 بالمره. مش قادر انسى. كانت الساعه 2 بعد نص الليل والشمس ضربه في دماغ الرجاله وهم واقفين بالسلاح. حيوان حيوان كبير. ما بقول لك كده يا بروطه. وكان يوم جريس. انا فاكر انه كان يوم جريس. يوم ايه؟ الساعة 2 بالليل. يوم بعد ايه؟ كان يوم جريس. كان ايه اليوم ده؟ كان يوم يا بروت. ايه يوم الجريس ده يعني؟ يوم ايه يوم دي يعني؟ إيه يوم دي؟ يوم من ايام الاتمون عادي يعني. اتمون؟ ايه الاتمون ده؟ الاتمون اللي فات الاتمون اللي جاي. اتمون يعني انا بقول ايه يعني؟ ايه انا مش فاهم حاجة. ما عنديش خلفية. انت ما تعرفش ان الاسبوع زاد يوم فبقى اتمون ولا ايه؟ ليه كده؟ زاد من فترة. زودوه من فترة يا ازاي؟ سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس جريس جمعة. ده زاد بقاله كتير جدا. يعني بين الخميس والجمعة جريس؟ اه. وبين السبت والحد حسيس؟ اه. يا نهار اسود. ويا ريتها نجحت يا بروت. امال ايه؟ فشلت. 34,999 راحوا ما فضلش منهم الا انا. وانت بتفضل ليه يعني؟ يعني ليه انت بتفضل؟ بستخبى ساعة الضرب انا هقف. وكان لازم اهرب. رحت حتة. رحت فين؟ مركز شباب روسيا. دي جديدة دي. ايه جديدة في ايه؟ يعني ايه مركز شباب روسيا؟ مركز شباب روسيا مش كان فيه الاتحاد السوفيتي السكندري واتفتت؟ انت قصدك روسيا يعني؟ ايوه. اه. وهناك حضرت واحدة من ابشع المذابح اللي ممكن تتخيلها. كلهم مذابح. مذبحة الغردقة 86 بروسيا. انا عندي سؤال واحد وخلاص. اه يا حبيبي. في حاجة فاضلة في مصر؟ ولا البلد هجت؟ لو ليك حد عند كوبري طوخ الحق زوره.
رايح فين الكوبري؟ طلع ابو النمرس بعد بكره وما حدش عنده خلفيه خالص. يطلع بالسلامه. نزلت روسيا. عارف يعني ايه الجبهه في روسيا؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه تنزل الجبهه في روسيا وانت اعزل ومعكش سلاح؟ ايوه. الطبيعه في روسيا ما هي الا مجموعه جبال صخريه، رمله، صحراء، صبار، منجنيز، صوديوم، معادن، مفيش لقمه تاكلها ولا درجه الحراره جهنم الحمراء طول السنه 50 تحت الصفر. يا حيوان! درجة الحرارة جهنم الحمراء 50 تحت الصفر. طبيعة قاسية. يعني الجو هناك برد نار. الجو برد نار. يا نهار اسود. طبيعة قاسية يا بطة. يعني أنا لو ما لبستش بلوفر أعرق. تموت. تموت يا بطة. نزلت الجبهة في روسيا. فراغ. نخل. صبار، جمال، حيوانات متوحشه، صحراء، جرداء، معيش لقمه اكلها، ساعه 2 3 مش لاقي حرب. يوم فين الحرب؟ يوم الجريس ده ويك اند حرب. هو يوم اسود. قعدت يا بروتا، عدى عليا 4 أيام من غير لقمه اكلها في الجبهه. هموت يا بروتا. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت. اضطريت ايه؟ اضطريت اني اكل التفاحه لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. قلت ايه؟ قلت التفاحه لغايه اما الرجاله. تفاحه ايه؟ تفاحه ادم لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. بس قلت تفاحه ادم؟ امال اموت يعني؟ متزوقين يا ماما بياكلها في الزنقه. بس بعد ما اكلت تفاحه ادم يا بروت طريقي نشف، حطب 3 أيام من غير نقطه ميه على الرمله تلحسها حتى. هتش هموت من العطش يا بروت. عملت ايه؟ الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت يا بروت. ايوه. اضطريت اني اعصر قصبه رجلي وشربت شوب عصير قصبه رقبه. يعني انت اكلت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلك؟ امال اموت يعني؟ يعني انا لو جهت اكل لحم اكتافي. لازم تتصرف. خبيش عليك يا بروتا، بعد ما كنت تفاحة ادم وشربت عصير قصبة رجلي، عارف التريحة اللي بعد الغدا دي؟ ايوه. الواحد بيتقل بعد الغدا. افتكرت ايام زمان لما كنا انا وانت نقعد فوق السطح وندندن للست الله يرحمها ام كلثوم. اصيل يا واد. اترميت على السرير، ولعت الاباجورة، كان فيها شجرة موز، قطفت تفاحاية وقعدت مع نفسي بقى كده. عارف انت العيشة اللي مع نفسك دي؟ في الصحراء. طول عمري بقول قصر اندمجت، قمت مطلع طبلة ودني بقى اقول انا قد يا ريتني كنت معاك. يا ريت يا بروتا. والله كنت طلعت زمارة رقبتي وعملنا فرقة. متعة. والله متعة. متعة. والله كانت هتبقى فرقة كده. مش قادر أقول لك يا بروتا. قاعد أدندن أنا ومش مدي إخوانا يا بروتا وعمال أفتكرك وأفتكر الأيام الجميلة وفجأة 7 كتايب مشاة ميكانيكا مسلحين داخلين عليا. الحرب بدأت. وأنا أعزل يا بروتا، معيش سلاح. أيوه. لو طالوني هيقتلوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. قمت مطلع سلسلة ظهري وملوش فيهم بقى. حلو حلو. ما خليتش يا بروتا. أيوه كده ولا آسف. أسكت. أوعى تستسلم. قاموا باعتين لي 4 عربيات مدرعة وأنا على رجلي يا بروتا. لو جريت هيلحقوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. افتكرت المثل اللي بيقول لسانك إيه؟ حصانك. قمت راكب لساني الله أكبر. الله أكبر. طيران. أوعى تستسلم. أنا لو وقفت هموت. أيوة. وأنا راكب لساني لقيت نفسي بلق كده حار. يا نهار أسود ما معكش الجام. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. طلعت حبل أفكاري في ثانية وعملت رجام يا بروتا. حلو. لغاية ما لقيت مدفع رشاش. مسكته، بعتوا لي 7000 طيارة مروحية وأنت عرفت سائق طائرات. أيوة عارف. نازل نص ركبة عملت سكور تحفة، وقعت 1000 طيارة. أيوة. بس يا خسارة. جيم أوفر. يا ريته جيم اوفر. يا ريته جيم اوفر. الكمبيوتر كتب جيم اوفر. يا ريته كتب جيم اوفر. امال كتب ايه؟ هنج الكلب مع اخر طياره داخله عليا. الكونكشن عمل انفكشن في البرودكشن بتاع المكش. عارف انت العيال دي؟ ولا يهمك. على فكره يا قلاسه. يا حبيبي انا مش عايزك تزعل. انا زعلان. لا 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 لا، معلش اللي حصل ده ممكن يزعلك. بس لعلمك انا استفدت. لازم تستفيد من تجارب الاخرين. والله استفدت يا ناس. بني آدم ما هو إلا مجموعة تجارب. إيه ده؟ إحنا كنا فين وبقينا فين؟ ياه، أنا من هنا ورايح أقول آسى هشيل فلوسي في البنكرياس. لا. أنت كده بتستعبط، اسمح ليه؟ لي. أنت بتستعبط، اسمح لي. ليه؟ البنوك بتتقلب والناس بتاخد قروض وتفلق على بره، ما يبقاش ابني على كتفي وأدور عليه، ثروتك مفيش حد يطولها إلا إيدك. لازم. طب أنت بتتصرف إزاي؟ أنا كل ما أملك في الجيوب الأنفية وأعمل لها كوتش كده، هات، اصرف، بعزق، خلاص الموضوع اتحل يا بروتا. خلاص خلاص. ده موضوع خليها في جيوب الأنفية. يعني.
بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ إيه شكلي كويس؟ زي القمر بس شعرك منعكس شوية. طب إيه تسلفني مشط رجلك اسرح بس بسرعة. انت هتهزر بقى في الكفاح ولا ايه؟ لا والله بس عايز اسرح. ويا ريتها نجحت. امال ايه اللي حصل لها؟ فشلت. 34,999 راح وما فضلش منهم الا انا. انت بتفضل فيه؟ وكان لازم اكت. رحت حته قلت اروح الكبيره ادمرها واجيب عليها واطيها. ايه الكبيره؟ وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. اهو بص. ايه الكبيره؟ بس اخرس. حاضر. الولايات المتحده الافغانيه. افغانيتي قصدك الامريكيه؟ كانت امريكيه لحد 11 سبتمبر بقت كفته يا معلم. انسى بقى خلاص الهاكس ده. ايه؟ انسى الكلام ده دلوقتي. عارف بس عارف. في مذبحة قاسية هناك يا فرقة. انا عارف يا عم. اسكت. ما راهمش حاجة غير انهم يضربوا في طالبان. بعد عنك وبيرفدوا بقية المدرسة. ربنا يتولاهم. ماسكين في طالبان وسايبين الطالبات. انا مش عارف. انا مش عارف بيعملوا كده ليه يا بروت. انا قعدت مع الراجل هناك مش عارف. انا عارف. ليه؟ بيقولوا انهم لقوا الدليل على بن لادن. دليل ايه؟ دليل ادانته. لقوا ايه؟ لقوا بصماته. فين؟ على قفا بوش. بس للأسف يا بروتا. ايه؟ هناك كانت نهايتي. الحمد لله. اتقبض عليا. اتقبض عليك؟ اتقبض عليا هناك. فين؟ اتقبض عليا هناك في أمريكا. أيوه فين في أمريكا يعني؟ في المباحث الفيدرالية الأمريكية WCC. بص يعني ايه WCC؟ ودخلوني المعتقل. وهناك قابلت راجل الله يسترها معاه. لولاه كنت اتسحلت. مش قادر اقول لك لولاه كنت اتسحلت. مين ده؟ الجنرال جورج قرداح. شخصيا الله يسترها معاه هو اللي نجدني يا بروتا. في الام بي سي؟ لا في الدبليو دبليو سي. انت ايه؟ لا وانا دخلت المعتقل يا بروتا. وقعدوني على جهاز كشف الخبز. خبز؟ خبز سينو ولا بلدي؟ اقعد. دخل عليا الجنرال. ايوه. قال لي مساء الخير. مساء النور. شو اسم الاخ؟ بروتا. جيت لوحدك ولا معك مرافق؟ مع المدام. معك شو اخ بروتا؟ اطلقها يا باشا. اخ بروتا بنسالك 15 سؤال توصل معنا للسؤال 15 تربح المليون وبنفرج عنك. ها؟ تفرق. هو انا هنا معتقل؟ اذا كان بدك تردنا كنت بترد علينا انك بعت خالص. بتبهدلك. حاضر. سكت. بتهزم. مش عم تخلي نهائي. انت بتردح لي. مش قرداحي. خلاص. جاهز؟ جاهز. السؤال الاول. شوف انت بقى تبقى رايح معشن نفسك ببريزة ولا حاجة تاخد القفة ده تنسي اسم امك. هترد على ايه؟ ليه كده؟ روح بفزع بعيد عنك واضاء بتبريق. اقعد. ايوه حاضر. دي اخر مره بتمسك. خالص خالص. بس ده مع السؤال الاول. السؤال الاول. ايوه. شيء 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 شيء. انا كنت فاكرها دي والله خدناها في تانية تالت. شيء دي مفيش اختيارات. ما بشهدني خالص. شيء معدني يطير في الهواء له جناحان بيسوق طيار. اسمه طيار عشان ما اطولش عليك. كويس. السؤال. ايوه. ما اسم هذا الشيء اللي اسمه طياره يا طور؟ ايوه مفيش اختيارات. بعطيك اربع اختيارات. اكتر خيرك. سيب الحش. انتم مسنين طاره غير مسنين كل غاره. شيل مش حنكن طاره. محمد منير. سيربس فرندن العارة. سيربس بالغارة. سيربس بالعارة. الإجابة رقم محمد منير. إجابة صحيحة. ألف 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 مبروك أخ بروتا. متشكر أخ جورج. ربحت معنا 5 ريال.
بعد العذاب ده كله تقول لي 5 ريال؟ مش في ضريبة زفت على دماغك؟ ما حدش قال لي بتلاتة ساخ. ما تزوقيني يا ماما صفحة ده زواق زبالة. اقعد زواق ماما دي زبالة. اقعد. السؤال التاني. اقعد يا بيه. انا احنا اقعد احنا دخلنا حزام الزلازل كده. ما هو لون فستان زفاف المدام؟ ابيض. ايوه ابيض بالعقل كده. ابيض ابيض يا اما ابيض يعني عارف محمد منير. لون فستان زفاف المدام بتاعتك؟ بتاعتك انت. بتاعتي انا؟ اه. استعين بصديق. يا اختي هو يعرف اكتر. حياة الله. إذا كان معك سلالور مشان السلالور تبع سلالور. معك سلالور؟ تفضل. اه تعال. تفضل. مين الصديق اللي هتستعين بيه؟ رئيس تحرير جريدة ما تزوعيني يا ماما. الراجل ده يعرف كل حاجة. ده خرج مصر يا راجل. الو الأخ رئيس تحرير جريدة ما تزوعيني. يا موقف يا جزمة وأنت تتكلم. وموقف معنا واحد هون بيدعي إنه صديقك عايزك تساعده. مدة المكالمة 30 ثانية من ساعة ما أنا رديت عليه. أهو معاك. رد. الو. خلاص ال 30 ثانيه خلصوا من تلت ساعه. يا نهار اسود. اي هو انت سافرت تلعب بالكمبيوتر وتعمل برامج؟ بقول لك ايه، بقول لك يا بروتا فين الكفاح؟ انت لو شفت اللي انا شفته كنت تعرف اللي انا عانيته. ده انا اللي كفحت هنا يا بروتا. عشان نلخص الموضوع ده، انا جاي اقعد معاك 48 ساعه نص يوم. مش هتتحرك تاني. هطلب منك طلب واحد وهغور من وشك. طلب ايه؟ طلب واحد وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا عرفت ان انا في الفتره اللي انا غبت فيها انت حوشت قرشين فحصلتك، فمشكورا تتبرع. استنى هنا. فين الفلوس اللي قلت لي نصها لي؟ راحت على الكفاح والنضال ومش عايز لا توعد. يحزني. ايه يعني انت راجع ايده ورا وايده قدام؟ بقول لك يا بروتو هتساعدني ولا غور من وشك؟ طبعا هساعدك، انت صاحبي واخويا وقدر. خلاص شوف لي قرشين معاك وهردهم لك على الجزمه اول ما ربنا يكرمني بره. لا هشغلك معايا هنا. لا اسبوعين مش اكتر. لا مش هسافر تاني. هجيب ثمن التذكره واغور من وشك زي ما بقول لك كده، ولا هتتعتع من هنا. خلاص يا عم اللي تشوفه يعني. شفنا لما يجي الاستاذ نكلمه. ما يجي مين؟ الاستاذ. انت عندك درس؟ لا. امال ايه؟ الاستاذ عزب. مين ده؟ صاحب المحطه الفضائيه. محطه فضائيه، محطه بنزين، المهم شغلني خلاص. طب بقول لك ايه؟ نعم. انا انور وجدي. انور وجدي بشحمه ولحمه. مش كلب بلدي ولا حاجه اطلاقا. برنس واقف قدامي. ستاند باي. صوته. ستاند باي. صوت الاستاذ. يلا ربنا يكرمك. يا رب انجح في التيست. يا رب. سكوت في المكان. شعري كويس؟ حضروا المعدات. يا رب. كله بقى جاهز. ها؟ ايه الفجأة دي؟ دي فجأة عظيمة. أتقوطة أتقوطة. أنور وجدي. أنور وجدي يعني فنان؟ فنان واحد. أنت مجموعة فنانين في بعض. إزاي؟ أقول لك إزاي. أه. من هنا لهنا. أه. حنان ترك. كويس. ومن هنا لهنا حنان شوقي. طب ومن هنا لهنا؟ حنان الأم. الله الله. حبيبي. أنا لما أقول لك نجم يبقى نجم. مين ده؟ حاسب بقى. سيبني أنا أتصرف مع حتة النجيلة دي وبعدين نجيلة إيه؟ شوف حضرتك كم الخضار اللي أنت فيه ده. لحظة واحدة. نعم. قول لي بقى. نعم. مين ده؟ ده؟ اه مفتاح. 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 انت مفتاح؟ ايوه فهمت. مش معقول يا مفتاح، بجد شكلك يجنن. الله يحفظك. تتصور؟ اه شكله نجم سينمائي. يا سلام يا فندم، كنا عايزين نشغله شغلانه. يا ريت تشغله نجم سينمائي. شغلانه يا بيه ما تهزرش. يا بيه ثانيه واحده بس، انا عايز اشتغل شغلانه مؤقته شهر ولا حاجه يا باشا. فبعد اذن حضرتك انا في شويه حاجات اعرف اعملها ممكن اقولها لك. يا ريت. انا بعرف اسوق كويس جدا. تسوق ايه؟ اسوق عربيات. كويس قوي. وغير العربيات بتسوق غير إيه؟ العربيات يا سيدي انا بارع في قياده السيارات، فلا ممكن تستغلني في ده او في ده. شوف انت انهي احسن بالنسبه لي. فرق فظيع بينهم. طبعا طبعا. دي مهاره. طبعا. هايل. طيب شفت فني بشكل حلو ازاي؟ اه لا هايل هايل. ياما ياما وصفته لك والله. بقول لك ايه؟ يا الواد ده عبيط قوي. ليه؟ والله عبيط. اه قال بيقول لك ايه؟ كنت ببعت له جوابات كتير يا كتير. هي اللي كانت بتسلي عليا غربتي. يا راجل اسكت. الجوابات دي يا ما الجوابات اللي كنت قاعد اقرا فيها. يا صح. هي كانت بتوصل لك؟ اه طبعا. هو انت كنت ساكن فين؟ لندن الدور الثاني. ده من افخم الحتت في لندن. بس انا صعب عليا. انت ليه ما كنتش بترد عليا؟ انا مش عرفت ان انت نقلت من مصر السادس لمصر الثالث. انا اعرف منين انا؟ نسيت اوينك فعلا. ما علينا. بقول لك ايه؟ هو امر بيه. هو عموما العنوان بتاعه مشهور قوي.
عنوانه مشهور يعني. ده صاحب المحطة؟ ده عبيط ولا ايه؟ بتقول ايه؟ ولا حاجة يا فندم. احيانا. طيب دلوقتي انا عايز اسألك شوية اسئلة كده علشان اعرف انها تنفع نجم سينمائي ولا لا. ينفع يا فندم والله العظيم ينفع. هنعرف هنعرف. كان بيمثل زمان معانا. بيمثل ايه؟ طبعا. مالكش دعوة انت. حاضر. ايام الجامعة بيه. بص بقى. عمر. انت بتعرف تغني؟ ده صوته جعر. من الاصوات الجعرة المتميزة. انا مش عايزك تنطق خالص. حاضر. خالص. حاضر. انا بسأله هو. ايوه مش سو صاحبي يعني. مالكش دعوة. قولي. افندم. ابعد. بتعرف ترقص؟ ده فايبريشن حضرتك. فايبريشن؟ هزاز هزاز يعني. والله. اوكي اسمك ايه؟ اسمي يا فندم مفتاح. مفتاح. انا اسمي مفتاح وابويا اسمه مفتاح. مفتاح ده ما ينفعش نجم سينمائي، لازم الاسم يتغير. نغيره يا فندم. يعني ايه تغيره؟ نغير مفتاح. غير. طب بقول لك ايه يا مفتاح؟ نعم. انا افتكرت حاجه. نعم. مش كان زمان نفسك اسمك يبقى زي اسمك؟ بتحرجني قدام استاذك ولا انا هدي لك اسم؟ مش قبله والله العظيم. لا اديهولك، اقسم بربي اسمي ما هو راجع. عبيط. خلاص يا فندم اسمه عادل. اوكي النجم السينمائي عادل. عادل ايه؟ مفتاح. بلاش مفتاح دي بقى، لا غيرها. حتى اسم بابا. لا ما ينفعش. انا هدي لك اغلى اسم في الوجود. حذاري. اعلن يا فندم عن مولد النجم عادل فريال. لا 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 لا. ايوه فريال. فريال مين؟ ست امه. لا لا. ست عزيمه. لا 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 لا. حضرت اسبوع. فاكر يا فندم. يلا يا عادل. لا 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 مش هينفع. مش فاهم حضرتك عايز ايه طيب؟ لا مش طول عمركم اصحاب؟ اكتر من الاصحاب. وبتقسموا كل حاجه سوا؟ اكتر من سوا. المايوهات عم محمد وكده؟ صحيح ولا ايه؟ مش كده؟ خلاص يا اخي ادي له اسم ابوك. يا سلام. اسمه عادل رأفت. اوكي النجم السينمائي عادل رأفت. يبقى انت كده ولا حاجه. لا لا بعد اذنك انا ما اقبلهاش. يعني ايه ما تقبلهاش؟ يعني هو يديني اسمه ومشيه من غير اسم؟ ماليش دعوه. خد ياض. ايه ده؟ مفتاح اسمي خليه معاك. تعالى هنا. نعم. فين اسم ابوك؟ طلع عليه ما تبقاش رمة بقى يعني. ما انا مش اتفقتوا؟ اتفقنا. انت عادل رأفت؟ ايوه يا فندم. وانت ايه دلوقتي؟ انا ولا حاجه. برافو عليك، انا مبسوط منك قوي. تحت امرك. بس الحقيقه انا مبسوط منكم جدا يا جماعه. الله يحفظك. من صداقتكم وكده انا مبسوط قوي قوي. بس حق ابوك وانت بتتكلم بس وطي صوتك. يعني ايه؟ حد يسمعنا يتقبض علينا احنا الخمسه وانت ما فيكش قلم. ابوس رجلك. من فضلك. من فضلك. احنا الخمسه. انا مش فاهم حاجه. بتلاتة ساغ متزوقين يا ماما هتفهم كل حاجه. الموضوع ابسط من كده. صفحه مليون و300 الف كل حاجه. هي صفحه واحده جورنال. صفحه واحده جورنال. صفحه واحده يا فندم. ده انترناشونال صفحه في جورنال. ورقم الصفحه مليون و300 الف. ايوه يا فندم. ما شاء الله. ما علينا. بصوا يا جماعه ركزوا معايا. احنا مركزين. تؤمر يا بيه. حمد هقول لكم اهو. انت تؤمر. احنا خدامينك يعني. خلاص بصوا يا جماعه. تؤمر بيه. انا عندي فيلم وانا عندي الفيديو وانا عندي المكان. خلاص خلاص. ايه والمكان امين؟ البوليس ما جاش غير ثلاث مرات بس. بس قبل ما تروح هناك شوف حل في عينيك الخضرة دي. المنطقة مرشقة معيز. ابوس رجلك. انتوا بتشقطوني لبعض. يا بيه انت اطلاقا. والله قال انا عندي المكان وانا عندي. طيب انا هنتج فيلم وانا هشتري فيديو وانا هبني المكان. هو يا فندم فيلم بالالوان ولا ابيض واصفر؟ لا بالاسود يا بيه من فترة عشان ما تفكرش. يا جماعة انا هنتج فيلم. انا قلبي دليلي دليلي قصة حياة انور وجدي. آه مؤاخذة بيه احنا اسفين. طب ما احنا عارفين يا فندم. والله؟ قعدت افكر اقول اهو. هتقوت هتقوت بالظبط. مين هيلعب الدور؟ ايوه انا جاي. مين اللي هيبقى البطل؟ انا عارف. والفيلم ده بطل واحد. ما ينفعش يبقى اتنين. لا انور وجدي ما هوش مايو يتقسم. لازم واحد بس اللي يلعب الدور. ما انا جاهز اهو. قلت واحد بس اللي هيلعب الدور. شكرا. انت عادل. عادل مين يا بيه؟ انت حضرتك بتتكلم جد ولا طبعا مش بقيت عادل رأفت؟ طب والراجل ده يعمل ايه؟ لا خلاص مالكش دعوه بيه. هو اتنزل عن اسمه وانا موافق انك تبقى النجم بتاع الفيلم. يعني انا همثل؟ طبعا. وهبقى مشهور؟ طبعا. وشرف امك؟ امال ايه؟ طب يعني طب والراجل اللي اصبر عليا.
هذا الرافض اللي هو مفتاح؟ اللي كان مفتاح وانت تنزلت عن اسمك واديته له. خلاص يا بروك، انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ لا مش هيرجع ولا حاجة. انت تجهز انا راجل. هو انا اتنزلت عن اسم صاحبي كلاكيت، بس دي فرصة عمري. اتنزلت عنها ديكور. انت بتلعب بيا يا استاذ. انا بلعب بيكم كلكم، دي هوايتي، احب العب بالناس اللي بتشتغل عندي. انا اتنزلت عن اسمي بس مش عن دوري. وماله ماله انت، بس انت طول عمرك سلبي، نزلت عن حبيبتك وبتنزل عن اسمك وتنزلت عن دورك. وهو وافق. هو وافق ليه؟ مش عارف، بساله. مزيكا. ليه في التاكسيات بقت حاجة فظيعة جدا، الواحد يحرم يركب تاكسيات تاني. ايه اللي حصل؟ جيت بتاكسي لحد هنا بقول له حسابك كام؟ قال لي 3 جنيه، بدور في جيبي ما لقيتش غير 5 جنيه، بديها له قال لي مفيش فكة. عملت ايه؟ زعلت. ده بقيت حق 2 جنيه اسيبهم؟ لا. بس ركبت تاني قلت له لففني بال 2 جنيه. واخدت بالباقي كلاكسات. انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ كل اللي بيحصل لك ده ما بتحسش؟ ليه بتقولي كده؟ تفكراني كبلة؟ لعلمك يا عزيزي انا جوايا نار، نار جامدة قوي. معلش انا حاسة بيك. محدش حاسس بيا، انا متماسك قدامك وقدام الناس، بس النار اللي جوايا انا مش قادر استحملها. طب ما تحاول تفضفض، تحاول تطلع النار اللي جواك. حاولت لدرجة اني فكرت احط اصبعي في بقي. ايه القرف ده؟ بس انا ما رضيتش، النار اللي جوايا ما تتوصفش يا عزيزي. معلش معلش، النار ايه؟ مالك في ايه؟ الطعمية اللي كلتها عاملة لي حموضة فظيعة. مالك يا بت؟ مالك في ايه؟ خير خير؟ مراره مراره. انت على طول موهومه كده، هتلاقيهم شويه برد. انت بس قبل ما تنامي دهني جسمك بوموفاس. ايه؟ دهني جسمك بوموفاس، ده كويس جدا. اسمه موفاس؟ اه اسمه ابو فاس. ابو فاس ده للرجاله. يخرب بيتك، وانا اقول ايه اللي مغيرك كده يا بت؟ انت مالك في ايه؟ انت ايه يا اخي؟ بكلمك على المفتاح، صعبك تكلمني على الطعميه. مفتاح ربنا يزيده كمان وكمان، بقى نجم كبير. صاحبك اللي اخذ فرصه عمرك من اول فيلم، انا قلبي دليلي دليلي. ايوه هو عمل كده ومش عارف عمل كده ليه،